السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أينما كنتم وطيبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا. بث جديد للإتقان، إتقان التلاوة ولطلبة الإجازات. طبعا أنا طالع في سفر وطالع الآن متوجه إلى البيت الحمد لله رب العالمين، لكنه أريد أستغل الطريق كله أنه أستمع للقرآن من الطلبة. فخلنا نشوف من راح يكون موجود، من راح يكون موجود من الطلبة حتى يصعد يقرأ معنا إن شاء الله تعالى. منو موجود؟ طيب انتظر شوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ريام، أهلا يا سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا مرحبا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا عمر، مرحبا بك. مرحبا شيخ، شلونك؟ الله تعالى يرضى عنك عمر. أنا في طريق سفر، نعم. فأنت عندك الإشراف الكامل، يعني اللي يطلب جيست أنت تصعده إن شاء الله تعالى وأنا أسمع، فأنت ابدأ بالقراءة إن شاء الله تعالى، وبعدين يجون الجماعة نشوف خباب منه. الله تعالى يرضى عنك. يرضى عنك إن شاء الله. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم
ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. شيخي كملت الصفحة، راح أشوف منو دخل. أنا أسمع كم أسمع. شوف منو دخل. شوف إيه خباب دخل. شوف أكمل الخباب يقرأ. كمل الصفحة وبعدين خباب يقرأ. خباب أنت عندك الإشراف الكامل حتى أنت تصعد شوف منو بالجست الجماعة موجودين. شوف تمام جزاك. ما عملوا أي شيء خبر معنا؟ لا 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 قال إن شاء الله. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. نرفع لك شوية صعبة هذه. لا تسحب ضمة الهمزة إلى الخاء. سحبت. نعم. وله أخت فلها نصف ما ترك. سحبت الضمة إلى الخاء. أخت رأسا ارجع الشفاء إلى الوضع الطبيعي. نعم. وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه ليست خاء صافية عموري. هذه ليست خاء صافية. نعم. وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرُضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ عفوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جزاك الله خير شيخي على الاستماع. ما شاء الله طيب الله فاسك الله يرضى عنك. الله يحفظك يسلمك شيخي. خباب أي صفحة سلام. خباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحة 57 شيخ اليوم خباب كنت تبدع عند الشيخ بندر. لا شيخ فتت بالبث وبعثوا لي دعوة وخجلت منهم يعني بصراحة ولا ما عندي مجال يعني والله بس سبحان الله عاد انت ممكن سمعتني يعني ما ادري. شنو ما عندك مجال؟ هاي جديدة هاي ما عندك مجال لا يعني مو ما عندي مجال انه ما اقرا قرآن بس ما عندي مجال ما كان الوقت يعني مناسب يعني من بعثوا لي الدعوة بس استحيت انه ارجعها. جيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فرحان شيخ بندر حيل فرحان بيك. الله شيخ أنا البث الوحيد اللي أصعد به لأنه ما يصعد نساء وتشوف الرجل يعني ما عنده لا يدور دعم ولا يدور هاي الأمور فيعني واحد ما يدخل بأبواب بعيدة يعني بالحرام وما حرام. ما هو ما بحاجة دعم الرجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الرحمن. هو يطلع للأخوة والتحابب وهالجمعة الطيبة برفقة القرآن هذه غاية الشيخ بندر ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم شيخنا جزا الله خير الجزاء وجزاك الله خير الجزاء كذلك. أبدأ الشيخ صفحة 57 شيخنا ما شاء الله يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. نعم شيخنا، تسمعني شيخنا؟ نعم نعم كمل كمل. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات عفوا شيخنا فصل النت عندي. سامع يا سع؟ نعم شيخ. ذلك نتلوه. تسمعني خباب؟ شيخي نسمعك نحن بس الظاهر خباب الانترنت منقطع مرة ثانية. تمام. مسموع صوتي شيخنا؟ عفوا. هسه مسموع هسه. نعم ذلك شيخ. نعم شيخ. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. خباب خف شوية على التاء، خف شوية. نعم شيخ. يعني الساكن. نعم شيخ. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. الخاء كانت جيدة لكن القاف نعم صارت مرققة، دير بالك. نعم خلقه من تراب ثم نعم شيخنا شوية أكو مبالغة أكثر من اللازم بالخاء. لا خليك بعد شوية أهدأ، القاف تحتاج بعد يعني. نعم. الخاء صايرة أزيد من اللازم، القاف أقل من اللازم، يعني هنا صار عندنا عدم موازنة. أنا أريد خلقه. نعم شيخ. خلقه من تراب ثم أنت وين لسانك؟ نعم. من تراب وين لسانك؟ هذا ما صوت إخفاء. نعم شيخ. من تراب ثم قال له كن فيكون. كن ف نعم كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني شنو هالبداعة؟ جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. شنو هالبداعة؟ شيخ فضل الله، ثم يعني الفضل اللي دا تقدمه لنا ودا تتعب علينا، يعني جزاك الله خير. لا مبين اليوم تعبان على نفسك عيني. شيخ يعني انا يعني اتابع، يعني كان عندي مشكله بالحروف، فمن ما تنشر هاي الحروف دا استفاد، يعني مرات عندي مثلا طرف اللسان بمكان ما مضبوط فكانت تاخذ مني، فقمت يعني من تنشر الفيديو وانتظر يعني الحرف اللي دا تنشره تا حتى صحح اذا عندي خطا بي، يعني فهذا دا استفاد منه والله. هذه تعمل لي شو اسمه دعايه للفيديوهات مال الحروف؟ لا شيخ ما تحتاج دعايه اولا، وثانيا يعني اللي دا تنطيه يعني انت وتسويه يعني بالتاكيد يعني النيه خالصه لله عز وجل، اسال الله ذلك يعني. وانت يعني ما دا تدور دعم وهاي الامور تا تقول يعني تسوي لي دعايه للحروف، لكن والله انا دا استفاد منها يعني، واللي دا يسمعوني يعني اللي يتابع الفيديو. كم واحد بالبث خباب؟ ما عاد اشوف كم واحد بالبث. 34 شيخنا 34. وينكم 34؟ ماكو واحد ينطيني اسد ادعموني باسد؟ ابو زيد جاء صعد هسه ينطيك اسد شيخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو زيد اسي اسد دزني برده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا جماعه الخير. شيخ بس نعم ابو زيد. ما اعرف الصوت قطع، تسمعون صوت ايش؟ ايه نسمع. انا اسعد ايش الموضوع؟ اي قطع صوتك. المهم الله تعالى يرضى عنكم. لكل من يريد ان يتعلم حقيقه المخارج والصفات موجود، اللي هو اللي يقول عليه الان خباب افضل تمرين لمخارج الحروف العربيه، ادعوكم للمشاهده. وطبعا كتبوا كثير من الاخوه في التليجرام وهنا ايضا في التعليقات، هذا اي كتاب، هذا اي كتاب، هذا ما موجود اي كتاب، هذا تجميع، انا قمت بتجميع هذه المعلومات وترتيبها. ثم بعد ذلك شنو الحلو بالفيديو؟ انه معلومات نظريه زائدا تطبيقات صوتيه، صح خباب؟ شيخنا والله أنا دائما أسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قالوا لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم. والله أنصحكم بهذا الفيديوهات، ليس تزكية ولا الشيخ محتاج هذا الأمر، لكن والله أنا دا استفاد منها. بس شنو أتابع الفيديو كامل وانتبه حركات يعني مع التطبيق النظري التطبيق العملي، يعني أنظر إلى لسان الشيخ عفوا يعني وين يحرك اللسان حتى استفاد، لأنه أنا كانت عندي مشكلة بالحروف يعني حتى من كنت أقرأ، لكن هسه دا انتبه. يعني البارحه سالته عذال كيف، يعني هاي الامور لازم افرقها يعني وين تخلي لسانك حتى يجي الحرف صحيح. ممكن انت تفخمه، ممكن انت ترققه مضبوط، لكن ما عندك الميكانيكيه وين تخلي لسانك بالضبط. فوالله تابعوا الفيديو، يعني صح مرات من تشوفه طويل مرات تمل منه، لكن من تدخل بالفيديو وتستفاد يصير الفيديو ممتع، يعني ما تحس بالوقت فيه. فجزاك الله خير جزاء شيخنا وبارك الله فيك. واريد اقول لك شغله، يمكن ايضا عمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اجتهد على نفسه من البداية وما شاء الله يعني ما صار في مرحلة متقدمة بشهادتكم أنتم ما بشهادتي أنا. أنا أقول لك اليوم خباب، اليوم كانت من أفضل المرات اللي أنت قرأت بيها علي منذ أن فتحت التيك توك آني إلى يومنا هذا. عمر تأيدني ولا تعارضني؟ لا والله شيخي أيدك، لأن ما شاء الله والله أنا قبل ما أنت تقول له على القراءة أنا ردت يعني صراحة أدخل، بس ما ردت أقطع حديثكم،
يعني كانت قراءة مميزة والهدوء بها، وهذا التعسف كان راح من عنده اليوم، يعني جميل جدا، هدوء يعني بالإذن، يعني بس يعجبك تسمع. صح صح، هذا رأيي. وكان أنت كنت اليوم خبام متفوق على نفسك. ادعموا خباب بحوت، الله يرضى عنكم، ادعموا بحوت. يلا منو موجود بعد الجيست تسمع؟ ابو مصطفى. ها ابو مصطفى موجود؟ بعد لي رساله قال مسافر. والله هسه وصل الشيخ، السلام عليكم. هسه وصل الشيخ. هلا ابو مصطفى، يلا مرتاح يعني ولا تعبان؟ والله بكيفك شيخ. والله انا ما بكيفي، بكيفك انت، انا ما لي علاقه. شفت خباب، شفت خباب. اي والله والله ما شاء الله، والله مجتهد ما شاء الله عليه. هذا خباب، شوف سفره سياحيه من تلول الباج الى مكه المكرمه. انا اقول لك الحوت شو يسوي بتلول الباج؟ حتى ماي ماكو هناك حتى يخليه لا يجي حوت. انت الوحيد بتلول الباج ترى، ها انت الوحيد. كيفك؟ هذا هو خلاني بتلول الباج، انا حتى ما واصلها ولا ندلها. زين ابو مصطفى، انا محتاج اسمع رايك بقراءه خباب اليوم. والله ما شاء الله حيل زينه. هو خباب يعني انا بعرفه مني، بس من يرتبك مشكله عنده، بس من يرتبك يعني، من احس الرجفه بصوته، من يرتبك يعني مرات تروح تضيع من عند، طبعا هاي يعني اخذتها من عنده، تروح من عند المخارج. من يرتبك تصير رجفه بصوته تروح من عند المخارج والصفات، اما بالاعتيادي من يكون مرتاح بالعكس، هو مسيطر حيل ما شاء الله عليه، هو متابع. والله انا بصراحه اليوم انا استمتعت جدا بقراءه خباب اليوم. بس ينتظرك مستقبل زاهر في تدريس القرآن العظيم يا خباب. ما شاء الله. طبعا هاي جهودك شيخ، والله جهودك، يعني جهودك ان شاء الله، الله يزيدك ان شاء الله. والله شيخ عفوا، هذا هدفنا والله، يعني انا ليس هدفي انه دا اقرأ تسمعني الناس، والله هدفي انه اتعلم وعلم الناس. يعني من دخلت يعني لا هدفي الاجازه، هدفي الاتقان. يعني انت تقول لي انت تستحق انه تعلم الناس، حتى علم الناس اللي يمي، لانه الناس يعني تعبان اللي يمي يعني بصراحه. فجزاك الله خير الجزاء وبارك الله. راح تكون معلم شاطر ومعلم ناجح، انا اؤكد لك باذن الله عز وجل خباب، اؤكد لك. انا ما اعرف، اكو واحد اكو يسوي هاي يومين ثلاثه، اي نخبش في فيديوهات قبل 10 سنوات، اي طلع فيديوهات اي ينشرها بقناته، ما اعرف ايش يريد واحد. أيوة من عندكم؟ والله ما ادري، انا هم دا اشوف هيك. ما دا اقول لك، اي بحبش فيديوهات قديمه قبل 10 سنوات وينشرها بقناته، ما اعرف ايش يريد. والله شيخي ما يعني انا علقت لك، يعني والله اولا نفخر بيك كثير يعني صراحه، وبعلمك يعني صراحة بالإتقان اللي أنت تريد توصله، يعني بهذا الشكل اللي أنت تعبت عليه لسنوات. فأنت كن حكيت كثيرا يعني في البثوث ومعانا أشون كانت مسيرتك في القرآن الكريم، ومن شيخ إلى شيخ، وكم سنة طولت وكذا إلى أن أتقنت الإتقان اللي عسى نشوفه على الشاشة، اللي بشهادة المشايخ، وليس نحن طلبة، بس ما شاء الله بشهادة القراء والمشايخ والمقرئين كلهم يطلعون ويشيدون بهذا الإتقان وهذا التدريس المضبوط. فوالله العظيم أنا بدأت يعني من عاصم، وقلت راح أنشره كلته حتى الناس أولا تعرف أنه هذه الشهادات أولا هي حديثة على الدراسة اللي أنت كنت تدرسها. يعني أتوقع هاي بال 2016 ما تمام شيخي، بس أنت بلشت يعني العفو شيخ 2016 صحيح؟ ايه 2016، بس انت بلشت من 2011 ما تمام؟ 2011 نعم، القراءة المنهجية نعم، على المشايخ في القراءات، بالقراءة المنهجية. فحتى هم يكون حافز للسامع وللطالب وللقارئ انه ما يأس، انه ما عرف او كذا او ما اجاد،
ما اليوم ما يعرف بكرة وبكرة، بس يراد له جد، يراد له تعب، يراد له إيش نقول، خاصة في هسه في هذا الزمن. يعني ما شاء الله، يعني أنت قناتك جميلة جدا، بيها كثير كثير من الأمور، من قراءة ومن سيرة ومن كل شيء ومن تدبر، بس ولكن نحن في صدد تلاوة القرآن. يعني ما شاء الله ما خليت أي قصور من ناحية المخارج، من ناحية الصفات، من ناحية الأحكام، سبحان الله، هذه النطق الصحيح، كلمة كلمة، حرف حرف. يعني ما ظل حجة والله صراحة للطالب، واللي يريد يستفاد ما ظلوا بعد حجة. يعني هسه ما يحتاج أصلا، أنه المفروض، هذا رأيي أنا الخاص، أنه أنت تسمعنا على الشيء اللي أنت عملته في القناة. يعني المفروض نحن من نغلط، هذا تقصير 100% من عندنا. ليش؟ لأن موجود الكلمة شلون عدت اللفظ، وأشنو الصح ماله، وأشنو الخطأ، وأشنو الأخطاء الشائعة. فجزاك الله خير. فأنا راح أكمل صراحة، يعني من إذن أخذ الإذن من عندك. مشوار الإجازة، أنا كنت أعلم الفضل الله عز وجل القرآن الكريم بدون إجازة. يعني كنت أنا أتلقى التعليم، يعني كنت أعرف الأحكام، وسبحان الله سماعي بس فقط، وكنت أدرس في المساجد القرآن الكريم. لكن بمشوار الإجازة وتلقي الإجازة، يعني لقراءة بالسنة من 2011 تمام، فعليا دراسة منهجية، حصلت الإجازة سنة 2016، يعني 5 سنوات أنا طولت عن ما حصلت إجازة بحفص، تخيلوا 5 سنوات. زين، ولهذا أكو ناس الآن يقول لك 5 سنوات ذلك عمر طويل، أنا أريد إجازة بشهر، شهر ونص إذا سمحتم. عجيب يعني. يلا يا أبو مصطفى اقرأ عيني. لا شيخ، أريد اليوم أنا نزلت الكتاب مالتك اللي أحفظ القرآن كما تحفظ الفاتحة، فقرأت أنا بسفري يعني، وقرأت النهاية مالته، أنه أنت دائما تقولها أنه انشر حتى تثري تذكر اسمي، ما تذكر اسمي، يعني أنت ما مخلي حقوق للطبع أو حقوق للنشر، أنت بس مجرد الأجر، أنت ما مخلي حقوق يعني للنشر لنفسك. يعني بعض الناس يخلون حقوق، يعني يقول لك لا تستنسخ ولا تنشر ولا يعني المهم. فأنا استذكرت فد شغلة قديمة جدا، يعني من 2009 أنا بديت أدرس الشريعة، وكنت ما أعرف طبعا، ما قلت لك إحنا ما عندنا مشايخ بمنطقتنا، فبديت أدرس والله أنا يعني بذاك الوقت، فلا أعرف شنو معنى إجازة، إجازة شنو إجازة، يعني ما أعرف شنو معنى إجازة، ما أعرف إنه أكو إجازة سند يعني متصل، وما أعرف هاي الأمور كلها، كنت يعني ما أعرف أبدا. فأستاذ كان يدرسنا مادة علوم القرآن بالمرحلة الأولى، ودرسنا أيضا أحكام تلاوة. فمرة كان ضايج من الطلاب، وضايج من التدريس، أو متكاون يعني مع القسم، مع الإدارة أو فتشي، فهو كان هو عصبي دائما، فقال أنا هو دا يسولف، يعني أنا مريت من يمه هو ضايج ويصيح، يقول أنا إيش جايبني على هالشغلة، أنا لو عايف التدريس وقاعد بالبيت وأنطي إجازات وأخذ لي إيش كان فلس، مو أحسن لي من هالشغلة ومدوخ روحي؟ طبعا أنا هاي أول مرة سولفه، أنا مو أحسن لو قاعد بالبيت وما أخذ لي إيش كم طالب أو أخذ فلوس منهم ومرتاح احسن لي من هالشغله هاي ومدوخ راسي بيها بالتدريس. والله يعني هذا بعد سنين الله عرفت شنو يعني معنى الاجازه وشنو اخذ فلوس، وما كنت اعرف انه الاجازه يعني اكو ناس تقعد وتنطي اجازات بفلوس، ويعني وتنطي تسهيلات وتنطي يعني طلعت اكو هيك شغل، يعني هسه يلا عرفت، ما كنت اعرف اصلا اكو شنو اجازه وشنو يقعد شنو يقعد وشنو ياخذ طلاب وشنو ينطيهم اجازه سريعه وشنو بهالدرجة يعني، فهسه عرفت. مصطفى صلى الله القبول الإخلاص يا رب العالمين، ما شاء الله الحمد لله. راح أقرأ شيخ، إذا شوفني يعني مو قد القراءة قل لي آية واحدة وعمود أجلها على غير يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بس النون الناس تسمعني أبو مصطفى؟ نعم شيخ. بس النون الناس أنطيها الغنة الكاملة استمتع فيها. نعم. فمن الناس فمن كانت شوية مستعجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أبو مصطفى يعني عندك نصيب بعدين أكلته. نعم نعم يعني غنة التنوين مع الميم نعم. نعم نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أكمل يعني شيخ اسمعني اسمعني يعني العقوبة تجيب نتيجة ترى. تضحك ما طبعا طيب خلي يقرأ أبو زيد ونشوف الوقت شلون راح يصير معانا. أنا يعني راح أروح للمسجد أصلي وأرجع إن شاء الله. يلا يروح أبو زيد تفضل. نعم شيخ. صفحة 33 إن شاء الله. صوتي مسموع شيخ؟ مسموع أبو زيد، أنت صوتك بالقلب أبو زيد عيني، حتى لو ما مسموع نسمعه. تسلم شيخ، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. يعني شوف خباب اليوم قرأ بدون أي نبر ولا صياح ولا شيء، زين ليش؟ من آية ليش؟ 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 انت شوف انت عم تقرا طبقه صوت واطيه، مع هذا عجيب لي نبر، ما عجيب هذا الامر شويه؟ فعلا. يلا سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه. يلا سل بني إسرائيل. دقيقة، البني وإسرائيل إيه مد هذا؟ مد جائز منفصل. أريد خمس حركات. يلا أريد خمسة، أعطيني خمسة. خذ نفس، خذ نفس حتى تسيطر، خذ نفس عميق. يلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. زين أريد تقرأ لي بس إسرائيل، بس إسرائيل. جيب المراية، جيب عمو المراية، جيبها
جيبها. انا مو شك، انا متيقن انه كورة الشفاء. معلم بس انتبهت عليه. نعم اشار عيد يا شيخ. بس نعم شيخ، بس اسرائيل. نعم اسرائيل. بعد هذه ليست راء صافية مفتوحة بعدها ألف، لا إسراء، إسراء وليس إسراء، إسراء. حتى وإن كان هنالك عدم تكوير الشفاه بالخارج، أكو هنالك تكوير داخلي، دير بالك. احنا ايش نسوي؟ نباعد بين الفكين حتى أنا أسمع الفتحة المنضبطة. إسراء، إسراء، إسراء وليس إسراء، إسراء. صوت تماما هذا ما صحيح. إسرائيل. انظر إلى المرآة واحكم أنت، أنت أنت اقتنع بها وقل لي. أعيد يا شيخ. نعم بالمرآة، انظر إلى المرآة، انظر إلى المرآة. إسرائيل. هذه أفضلهم، هذه أحسنهم. هسا أعيد مرة أخرى. لا لا خلاص كمل أنت. كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل. كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. باء الباء 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 القلة كبرى العقاب. فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم. نعم صفي ومنذي. لا تسحب لي ضمة الميم إلى الغنة وصفي لي اللسان يذهب إلى حيز مخرج الذال حتى أتهيأ لنطق حرف الذال. أعطيني إحساس الذال. ومنذرين 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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين. لا يا رجل، لا يا رجل، هذه بالحق ليحكم بين. نعم. لا 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 نعم نعم تمام نعم لا 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 هذه طبعا الحق اعتداء عليها. بس لحظة اسكت، بس الآن وصلت للمفرزة خلي أعبر وبعدين. بس دقيقة.
نعم ابو زيد تفضل. عفوا عفوا ابو زيد تفضل. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. ابو زيد ابو زيد ما بالحاء 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 لا بالحاء 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 حلال 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 ما نقول احنا حلال هذا حلال ما نقول حلال 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 بالحاء يلا بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ما سحبت نفس من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. أسمعني بغيا؟ بغيا بينهم. مرة أخرى. بغيا بينهم. نعم شيخ. سمعتني شيخ؟ بينهم ما في صوت انقطع عندي. بغ الغين شيخ؟ الغين جد زينة بس هسه تسويها بغ بغ هتسويها خاء دير بالك. بغيا بينهم. كمل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. لا أنت لا تعتدي على حق من حقوق القاف. لما أنت جبت من الحق طبعاً تعرف إيش تسوي بحلقك على ما تجيب هذه أتسوي فد أمور بحلقك هسة الآن لو أصورك فيديو ها يعني أترجع وأتسوي من الحق وأتأثر لي على صوت القاف حتى تجيب لي هاي المرققة يعني أنت أتجاهد حتى تجيب هذه الكلمة. أي هذه الحاء هذه الحاء أتفتح لي شفتيك وأتبتسم لي وعندك القاف حقي أنا وين عندي قي وين عندي قي من الحق من الحق من الحق من الحق الحا هكذا ما اسوي كل شيء بالشفاء ما من الحا من الحا مبين انه انت تعمل العمايل حتى تجيب هذه الحا ما في داعي خليك هادئ عمو خليك هادئ شيخ يعني من على قراءة اقول خاف ما تطلع يعني ما تسمعوها ولهذا شوية يصير بها مثل تجديد عليها ولهذا تطلع الشكل لازم اقراها بهدوء. لا يا لازم تقراها بهدوء لازم ما نضغط عليها. نعم شيخ. نعم يلا. من الحق بإذني مرة أخرى. من الحق بإذني كمل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم. شيخ تسمعني ولا انقطع نت؟ انقطع النت عندك شيخ. شيخ تسمعني؟ الآن أسمعك راح الصوت من عندي شوية يمكن لأنه أنا بالطريق فيروح الإنترنت ما
سمعت اللي قبل شوي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله إن نصر الله قريب ننا ننا ألا إن نصر الله قريب. جيب المراية جيب شوف شو كورت الشفاه بالصاد. نصر تعال عمو جيب يلا جيب المراية. ألا إن نصر الله قريب. هذه النون فيها تفخيم بعد رقق ما النصر تمام ما النصر ماكو غير النصر يا جماعة. ألا إن نصر الله قريب. يا أخي أنا ما مرتاح لهاي الصاد. هاي الصاد فلا رقق هذه الصاد تتكور شوي. شفت إيش حد تعمل عمل أنت. إن نصر الله قريب. هذه النون فيها تفخيم. ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. هاي نا سبحان الله. ركز على الصاد تروح على النون. ألا إن نصر الله قريب. يلا كمل. يسألونك ماذا نبرد. يسألونك ونبرد ماذا. يسألونك ماذا شنو هذا عمو ما هذا. أنا متحمس. متحمس. يسألونك ماذا ينفقون. هذا ماري لا أعد. يسألونك ماذا ينفقون. اختلاس ضمة الياء. يسألونك ماذا ينفقون. ايه الان جبت الامور تمام. يسألونك ماذا يو جيد لكنه الاخفاء النون مع الفاء ما مضبوط. الا اليوم ابهدلك انا. الا ابهدلك اليوم اطلع اليوم بلاعيمك وزلاعيمك وكل هذا ما كل الاوتار الصوتيه كلها طلعها برا. انت تامر شيخ. يسألونك ماذا ينفقون. يو قرب لي باطن الشفا السفلى إلى الثنايا العليا مع فرجة خفيفة. هذه يو أنا أريد ينف أنف. قل أنف. أنف. والله شوف شلون أتقول أنف. أريد هذه ينف ينفقون. يلا يسألونك ماذا ينفقون. هذه يو ما رحت على المخرج.
الفاء ما راحت على الفاء. والله 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 ابو زيد وين راحت وين راحت الله يرضى عنك. هي هاي الواو ظلت تشلبت بها ما فما راحت قبل على القاف المضمومه ما جت مضبوطه. واضح سبحان الله هاي من صوت نرجع نسمعها هاي هاي شلون قرينا شلون صارت الشكل معه. يلا يسألونك ماذا ينفقون سمعتني شيخ كمل يلا كمل كمل اسمعك كمل قل ما أنفقتم من خير من خير لا 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 هيا لين من خير من خير ما من خير دير بالك يا اللين عتفلت منك يلا قل ما أنفقتم لا 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 قل 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 أنف أنف عندك أنف أنفقتم أنفقتم قل ما أنفقتم من خير من خير فللوالدين لا 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 رين 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 فا رين فا من خير فللوالدين والأقرب للوالدين ما صيح عليهم يا أولين أنت أنت يعني موجود بها يا أولين تجي صيح عليهم فللوالدين إيش ما صيح بهدوء فللوالدين لا 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 فللوالدين فللوالدين والأقربين والآ عمو عمو والآ ما والآ 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 لو سمحت فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين أنا اليوم رجعت عن نبر والله طالي كم يوم تركتها يعني سبحان الله ها؟ طالي كم يوم كنت تركت النبر اليوم ما أعرف يعني منتبع على هذه الشيخ اش عاد اسوي لازم نسيطر نعم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير لا إله إلا الله هم صارت فعلا سبحان الله وما تفعلوا من خير فإن الله لا تفخ منه لا تفخ منه فإن الله نا نا ف أي شغلة عاد أشرحها بالنطق الصحيح من الأخطاء الشائعة أنت عاد تسويها ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم ما خوش يعني. إيه اليوم ما خوش اليوم يعني أنا قضيت قرابة 50 كيلومتر بس بالتصحيح معاك تخيل يعني أنا 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 شوف عمر قرأ صفحتين بعشرين كيلومتر كل صفحة بعشرة كيلومتر زين خباب اصلا ولا حسيت يمكن بخمسة كيلومتر قرى خباب انت خمسين كيلومتر ما خلصت الصفحة تخيل اليوم بالكيلومترات لان ما عاد احسب الساعة ما عاد اشوف الموبايل انا ما اعرف لا التعليقات ولا اعرف منه موجود حتى بالجيست يعني ان شاء الله احنا نقتدي اثرهم ان شاء الله اخر آية فإن الله به عليم شد حيلك ابو زيد شد حيلك ابو زيد والا سارجع وسوف تقرا فقط نصف صفحه دير بالك وانت تعرف يعني اليوم انا ما احب الاعذار بس
تفاجأت يعني بالوقت وبالمحل. ماكو لا 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 تتفاجئون، انت تعرفون دقيقه دقيقه، هذا عمر يعرف وخباب يعرف، راسا فتحت البث يلا تفضلوا اقراوا، اللي ما عنده مجال يقرا يابا انا اسف، انا مثل ما اليوم ابو مصطفى بعد لي رساله قال لي انا في سفر اعتذر لا استطيع القراءه، خلاص لا تقرا يعني مثلا راسا تكتب لي جوا والله لما انا طالع عن الموعد، الموعد مالتنا السبت الاثنين الاربعاء صح، لما انا طالع عن الموعد يعني يعني ما موعدنا، فانت في حل من هذا الامر ابو زيد، انت في حل لست مجبر يعني انا ما قصدي انما قصدي سبحان الله يعني انا اريد اقرا سبحان الله يعني صار عندي مثل شو اسمه ارتباك يعني. هو انتم من اشوف لو ما تبررون احسن لكم، لانه عمر علي يعرفني قديش اكره التبرير وناشر فيديو. لحظه والله عفوا بس لانه ماكو تفاعل بالنسبه لي فيبعثوا لي قضيه تحقيق، فحققت مرتين وما وافق، بعدين وقفت السياره على جنب وتم التحقيق. سمعتوني هسه؟ تسمعوني؟ نعم شيخ. اي نعم بس عفوا شيخ يعني مثلك انا اكره التبرير، يعني ابدا ما احب التبرير بصراحه يعني، بس سبحان الله يعني ما بش صارت اليوم. أنا قلت لك يعني مسبقا أنا ما أبد ما لي عذر بصراحة، أنا ما لي عذر يعني مثل ما قلت حضرتك يعني إذا واحد ما يقدر خلي يقول لا يابا أنا تعبان أني كذا تمام، بس ما تصورت بس فقط بس يعني أنا أرتاح، طالب ناقص أنا أرتاح يعني أكسب راحتي ترى، ها خليها ببالك يعني أطلع ببث يطلع مثلا بس خباب وعمر يقرؤون انا مرتاح، طالبين يقرؤون والسلام عليكم ورحمه الله، ما مثل سبع طلاب صح لو لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لين يا عمار ابدا مباشر عمار يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفوا شيخنا نستاذن، صار وقت الصلاه جزاك الله خير اذا تسمح لي. ايه تفضل. الصفحة 17 يلا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي. العين ما حلوه. صح. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عمار شنو هذا الإبداع اليوم عمار؟ والله التحضير الجيد والإصرار على أن نصبح بمستوى أفضل. أوه هذا كلام كبير. الحمد لله. كلام كبير هذا يا عمار. والله هذا بتشجيعكم وفضلكم يعني. هذا فضل الله عز وجل حبيبي الله يرضى عنك وكما تقولون بالسوري فضلي على حالي. اي والله يا اخي. يا خيو فضلي على حالي خيو. نعم سيدي نعم. انا ما عندي فضل، انا فضلي على نفسي. ونحن جميعا دخلنا الى هذه الدائره العظيمه لكي ننال هذه الخيريه، طمعا في هذه الخيريه. نعم. وطمعا يقول عبد الرحمن السلمي يقول ما اقعدني هذا المجلس منذ 40 سنه إلا هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 40 سنة تخيل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم يعني تخيلوا فأنت ما بين يعني تعلم وتعليم وترتيل وتكرار ومراجعة وحفظ وما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الرحمن، فأين تريد يعني تخيل أنت تتلو كلام الله. يا الله يا الله ما أجمل هذا الإحساس وما أجمل هذا الشعور. وحسنات تترى آناء الليل وأطراف النهار، سبحان الله العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت عمار. أنت بالصفحة كم؟ ما خلصت الجزء الأول؟ لا صفحة 17. ما خلصت بعد، شوف ما خلصت الجزء الأول لكن هنالك تقدم ملحوظ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت تخلص البقرة أعطيك إجازة عمار. أحسن الله إليكم. هذا فخر وفضل من الله. أعطيك إجازة شفوية تحريرية بعد ما تخلص صورة الناس. بأمرك إن شاء الله. الله يكرمنا ونخلص إن شاء الله تعالى. ما شاء الله تبارك. الله يبارك فيه. بارك الرحمن. من موجود؟ موجود بالجيست بعد؟ ألو تسمعوني؟ أبو أسمعوني. زيد وخباب راح الصلاة. تمام عمر أنت بالنسبة لك عندك وقت رابعة ولا؟ عندي وقت شيخي. يلا سمعنا صفحة إن شاء الله شيخ. صفحة 107 إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب الله أنفاسك عمر حقيقة يعني واحد سبحان الله العظيم نأخذه إلى عالم آخر يعني ما إن شاء الله لا قوة إلا بالله يعني أنا اليوم شيخ ما عرفت تسمعني ما أسمعك ما في المشكلة يمي عندي مقطع اخر مرة الظاهر تغطي عند الشيخ ايش تعبان صفات تعبان انا ما اعرف عمر انت كنت موجود لا والله اسف شيخ كل شيء ما سمعنا من كلامك من انهيت تلاوتي لحد الان ما سمعنا صوتك
كان هيقطع. الو هسه تسمعني هسه؟ هسه تمام. يعني كل شيء ما سمعته من كلامي؟ لا. انا حكيت كثير، شلون اعيده؟ خلاص راح بعد. سبحان الله. بعيد منه. اقول اليوم ببث الشيخ بندر كان يطالعين شباب يقرؤون، صوت جميله وما شاء الله لا قوه الا بالله، لكنه يعني اصوات جميله والمخارج والصفات تحتاج الى شغل. يعني المشكله انه هنا احنا الان نعاني منها، يعني اصوات جميله اداء حلو لكنه المخارج والصفات تعبانه. يا شيخي انا كنت بالبث سمعتوهم. شيخي مثل ما كنا قبل، نحن مركزين على الصوت وعايفين المخارج صراحة تقال. اكو منهم من يقبل اكو منهم ما يقبل. صحيح شيخي والله تمام. ايه الله المستعان. استاذ زريد تحب اقرا لك صفحه ثانيه؟ يلا عمار اقرا صفحه ثانيه. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا. نعيد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شو يا عمار؟ هو يا أخي ما خطت لنا ولا خطأ يا أبي. يعني ما يعني ما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مبين عليك محضر منيح. إيه والله محضر صفحة ثانية كمان إذا بدك. يا إلهي بقى طيب عيونك جيبها أسمعك. طيب يا أخي يلا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم
إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. عمر انت كنت معنا عم تسمع؟ نعم شيخي عاد اسمع ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا كيف يعني كنت معكم عم اسمع؟ انا اللي عجبني من يقرا المخرج خطا او مفخم او مرقق يرجع مباشره يحس انه هو صار بينه تفخيم يرجع يصححه. نعم صحيح جميل جدا. معي اربع مواضع تقريبا. ممتاز ما اعطاني مجال. اي والله انا احس حالي انه قراتها خطا ارجع اضبطها. فلهذا بقى الشيخ ساكت يعني. نعم عمر كم واحد بالبث؟ 26 شيخي. حقيقة يعني بالنسبة لعمار انه هو يقدر يفتح بث وخباب يقدر يفتح بث وانت عمر ايضا تقدر تفتح بث. لا انت ما تقدر السلعة تفتح بث ما وصلت ألف حقيقة. الآن انتوا لازم تبدأون تعلمون الناس يعني تعلمون الناس بالقراءة لأنه الآن تعرفون ماذا مليان التيك توك من قراءة غير صحيحة ومخارج غير صحيحة وصفات غير صحيحة. يعني لو يطلع معاكم باليوم 6 أو 7 أو 8 بالجيست وتخلوهم يقرؤون وتتابعون معاهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أقسم بالله أنا أفخر بيكم أنا فخور بيكم يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أنا اليوم أحس أنه أنا طاير يعني ما شاء الله تبارك الرحمن أكو تفوق ملحوظ يعني ما أعرف المتابعين اللي موجودين معانا وتابعوا بثوث الإجازة من أول درس إلى اليوم ما عاد تشوفون الفرق. الله يرضى عنكم اللي متابعين معانا ما أعرف التعليقات عمر يعني ما شيخي التعليقات كلها إيجابية جدا وملاحظات جميلة جدا على قراءة الأخوة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله حقيقة الشيء بيرفع الرأس. شايف الصفحة تحضيرها؟ بيني معك الصفحة. صفحة شو؟ هذه الصفحة اللي أنا هلا حاططها. لا أنا ما عم بشوف الموبايل أنا عم بشوف السياق. شيخي كبرت الصورة مع العمار تقدر إذا تخشى تشوفه يعني. الصفحة رقم 4 اشرح عمار عنها الله يرضى عنك اشرح شنو هذا هذه يعني انا لما اتدرب على الصفحة واعرف انطقها صير اكتبها واكتب الحركات تبعاتها بناء على اللي انا تعلمته شايف يعني مثلا احكي لي شو كاتب مثلا اول سطرين ثلاثة اقراها خلينا نسمعها. ايوه قالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني هنا شو كاتب يعني الحركات انه وقالتي كسره يعني نفس حركات لكن انا بناء على انا اعرف اقرا لازم انا احط الحركات دون ما انظر الى المصحف انه هنا طيب. اللام لازم تكون ساكنه مثلا هنا الهاء لازم تكون مضمومه
لي ليست يعني عندنا الياء لين لازم نعطيها زمن الحرف اللين. ليساتين ننتقل من التاء المكسورة إلى النون المشددة. النصار مفخم درجة أولى. الراء مفخم درجة يعني هون يقول الراء ما فيها درجات لكن إنه مفخمة على شيء. تعرف عمار عمار نعم. إذا الله أكرمك إذا الله أكرمك في تعرف شو في مصحف الحفظ الميسر وفي الواضح في التجويد ما أعرف شايفهم ولا لا اكتبهم بالجوجل اكتبوا المتابعين الأكارم بالجوجل أيضا أنتم كاتب مثلا هنا إدغام هنا إخفاء هنا إظهار كاتب فوق الكلمة لكنه هذه اللي الآن عم بيتكلم عليها شيء جميل جدا عمار هذه رادفة مشروع تشتغل عليه عمار بإذن الله عز وجل يكون لك صدقة جارية بأنه هذه الصاد مفخم أولى يعني تكتب مثلا خاء واحد مثلا رموز وتكتب هذه الرموز بآخر المصحف حتى لا تكون الكلمات مثلا كثيرة مثلا اكتب خاء واحد هذه يعني مفخمة مرتبة أولى هنا خاء اثنين هنا خاء خمسة هنا نركز على الإطباق واضح كذا يعني سبحان الله شيء جميل هذا اللي عسوي عمار لاحظ أستاذ بالمصحف شو حاطط أنا هون شو حاطط هون هون حاطط أسهم سهم لفوق يعني مفخم سهم لتحت يعني مرقق والله يا أستاذ يا إلهي يا إلهي يعني الواحد يحاول يتبع السبل والطرق اللي يقدر هو نفسه يدرب حاله يعني هون حاطط على الهامش أنا الشعبة كيف لازم نقرأها صح يعني بهالطريقة هذه عم حاول واحد يحسن من أدائه يحسن من قراءته شوفوا أيها المتابعين الأكارم هذا الطالب يريد أن يكون معلم للقرآن الكريم هذا الطالب هذه النية الآن نية مبيتة هنا هذه النية الآن من عمار مبيتة كذلك ما يفعله عمر وكذلك ما قام يفعله خباب اليوم متفوق ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا خباب أنا الآن سأقيم الحجة عليك وعلى عمر وعلى عمار سأقيم الحجة أمام الله عز وجل أنتم اليوم مؤهلين أن تعلموا الناس الأمور البسيطة من ناحية قراءة القرآن يعني شنو البسيطة عبرنا بالنسبة لكم قضية اللحن الجلي واللحن الخفي لا بدأت الآن تتقنون أكثر مخارج الحروف العربية فأصبح لزاما عليكم أن تفتحون بثوث اليوم وتعلموا وكلما أنتم علمتم كلما ازددتم إتقانا لتلاوة القرآن الكريم يعني كلما أنت علمت وعلمت كلما أنت تنظر إلى نفسك بأنه أنا بديت أتقن هذا الحرف أكثر لأنه أنا بدأت أعلمه للطلاب فكل واحد من عندكم يفتح بث يوميا ساعة ساعة ونص ويصعد معاه 6-7 بالجيست حتى الناس اللي موجودة في ناس متلهفة لهذا العلم يعني ما أعرف إذا موجود معنا حسن أبو معاذ هذا من الجزائر وفي أيضا أبو بكر وفي أيضا يعني كم واحد هذول موجودين ممكن أنه أنتوا تبدون معاهم الله يرضى عنكم وإذا شفتوهم ها انتبهوا يا خباب وانتبه يا عمار وانتبه يا عمر إذا شفتوهم مؤهلين وبدوا يمشون معاكم مثل ما أنتوا الآن أتمشون ورب العالمين فتح عليكم خلوهم معاكم لأنه بالتالي أنتم راح تأخذون الإجازة وستجيزوهم بنفس الوقت ستأخذون الإجازة وراح تشوفون أنه في طلاب متميزين قل له أنت يعني مثل ما تذكرون لما عشنا رمضان وبعد رمضان وكان عندنا تلاوة وكنا عن نمشي تقريبا شهرين ونص لما انتقيت عمر انتقيت خباب انتقيت عمار انتقيت أبو زيد انتقيت قلت أنتم ليش أنا انتقيتكم من أي سبب انتقيت من ناحية الاجتهاد والجد والمثابرة في طلب العلم يعني اختصيتكم اختصاص وقلت لكم تعالوا أنتم تستحقون الإجازة صح ولا أنا غلطان يا عمر فأنا اليوم أقيم الحجة عليكم اليوم أنتم ممتازين جدا عمر خباب عمار تفتحون بث اللي يفتح بث خباب السلام يقدر يفتح بث ويكتب عليه مثلا تصحيح التلاوة وتسمع وتشوف أنت خباب وتراقب من تشوف أنت عندك طلاب مجتهدين وبدأ يصححون ويشتغلون ويجتهدون ويتابعون النطق الصحيح
يجيبون المخارج ويشتغلون على انفسهم، هذا اقبله عندك بحيث انه من الان يصير عندك طلاب للاجازه يا خباب ويا عمار ويا عمر. انا اقمت الحجه عليكم خلاص. انا بالنسبه لي الله تعالى ان شاء الله تعالى الله يجزاكم الخير يا استاذ. يا اخي يعني انا ما مشمول بهالكلام صح؟ انت سوف انت قصتك طويله ابو زيد، خليك هسه الان تاتي انت ابو زيد عزيزي مثل ما الموحد. بس الان ما اسمح الموحد مجاز ب 16 روايه وما اسمح له ان يدرس الان، تخيل ما اسمح له انا. بينما الان من اسمح الان والله اذا متت اليوم انا اموت وقرير العين. واذا سئلت من ربي العظيم لما سمحت لعمار وعمر وخباب ان يقرؤوا ويدرسوا، عندي جواب محضر للرب العالمين. أنا كل شيء أفعله بالحياة أفعله لأنه أنا عندي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أفعله وأنا كن حضرت الإجابة لرب الله. يبارك في عمرك شيخ، وإن شاء الله يكون طولة العمر مع العمل الصالح إن شاء الله. بارك الله فيك، وجهودك أثمرت شيخ الحمد لله أثمرت، وإن شاء الله تثمر أكثر وأكثر. لا شيخ أعتقد النت عندك ضعيف صار. صوت الشيخ مقطوع، يمكن هو بالطريقة النت يضعف يمكن. ماذا سأقول لرب؟ فأنا الآن لم أقول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخوي ماهر. حياكم الله أخي ماهر، الله يبارك فيكم يا رب. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. العفو صوتك ما مسموع، إذا تسمعنا صوت ماكو شيخ. ما أقول أنا انقطع، صار فترة منقطع شيخ، الصوت ما يصل، جماعة ما يسمعون. أسمعكم زين، أسمعكم أنا. الصوت مسموع الآن. أنا أسمعكم زين. شيخ الآن صوتك مسموع جيد، بس قبل شوية قطع تقريبا يمكن دقيقة دقيقتين مقطوع كان. ما على مود الطريق يا جماعة الخير، ما بيدي يعني، الحمد لله رب العالمين. احنا عفوا الآن موجود الأخ أبو مصطفى والأخ ماهر، تسمعهم؟ لا لا، هسه بالنسبة لي أنا وصلت لازم أنزل، الله تعالى يرضى عنكم. وممكن نرجع بعدين واسمعكم او باكر ان شاء الله تعالى، على حسب يعني الوضع باذن الله عز وجل. ان شاء الله شيخ، خذ راحتك، جزاك الله خير، الله يحفظك، تعبناك والله وانت تسوق. الله يرضى عنك. لا 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 بالعكس، انا 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 مستمتع جدا وفرحان جدا ومتونس جدا، وما تعرفون يعني فضل الله عز وجل أنا أقضي طريق السفر مع القرآن ومع أحباب القرآن ودراسة القرآن، هذه ما يوازيها فرح يعني، ما ممكن أن يكون هنالك فرح يوازي هذا الفرح. فمثل ما قلت لكم، سمعتوني لما حكيت على قضية عمار وخباب وعمر ولا أما انقطع الصوت؟
لا لا موجود السنسور. شيخ سمعنا لما قلت انه انت يعني تعطيهم انه لازم يقول يفتحون بثوث وتنطيهم انه صلاحيه انه يعلمون ويسمعون الطلاب. المهم يعني شيخ إذا تسمعنا نحن ما نسمعك، لا يوجد أي صوت من حسابك. الشيخ عنده مشكلة بالشبكة لأنه بالطريق وفيقطعش. ما مرات خطيه يعني يظل يسترسل بالكلام يحسب نسمعه، فلهذا ننبهه فقط. نعم صحيح نعم. أخاف أبو حسن ويقولوا لك 4G ابو حسن يقولوا لك 4G يقنعونه. لا وس 5G هم كلاوات. والله المستعان. ابو حسن شد حيلك كثر المتابعين حتى تفتح بث ونقرا عندك تصحيح ان شاء الله ان شاء الله. انتم بالنسبه لكم عمار عمر